الخضار، سلام الفريق، سلام. قف. أستأذن معاليكم ببدء الحفل. سيد بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في يوم شرطة البحرين نستذكر العطاء في أروع صوره والإخلاص في أرقى معانيه. في يوم شرطة البحرين تبقى التضحيات من أجل الوطن مصدر الفخر والاعتزاز، فالولاء لقائد الوطن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه شرف وبرهان على أن الأمن نبراس للمستقبل المشرق ومسيرة النهضة والتنمية. في يوم شرطة البحرين نسجل اعتزازنا بتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية من أجل وطن آمن واستقرار يدوم إلى الأبد بإذن الله. والآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها الملازم أول عبد العزيز عبد الله الجيران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات
جنات تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. الحضور الكريم، يتفضل سيد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر بإلقاء كلمته بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الكرام، الإخوة والأخوات الأعزاء، منسوبي وزارة الداخلية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني وببالغ الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمي ونيابة عن كافة منسوبي وزارة الداخلية أسمى آيات التهاني وأخلص التبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح وذكرى تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وفي ظل هذه المناسبات الوطنية يأتي يوم شرطة البحرين يوماً للاعتزاز والفخر والإنجاز والتشرف بخدمة الوطن والنهوض بالواجب الأمني، يوم عز وعطاء، يوم تجديد العهد والولاء لقائد مسيرة الإنجاز الوطني سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، مستلهمين العزيمة وقوة الإرادة من توجيهات جلالته والتي تمثل الركيزة الأساسية في حفظ الأمن وصون المنجزات الوطنية، شاكراً ومقدراً ما تلقاه شرطة البحرين من دعم ومساندة واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. الحضور الكرام، إن الاستقرار الأمني نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى تدخل الطمأنينة والسعادة في نفوس الجميع، يشارك المواطنون الأعزاء في الحفاظ عليها وفي استدامتها من خلال الشراكة المجتمعية ودورها المتميز في تحقيق الأمن المجتمعي لتبقى البحرين آمنة مستقرة بفضل إخلاص أهلها لوطنهم والالتزام بوحدته والحفاظ على تماسك جبهته الداخلية. وفي يوم شرطة البحرين فإني أشيد وبكل اعتزاز بما تحقق من إنجازات أمنية تؤكد الإصرار والعزيمة وجودة التخطيط ودقة التنفيذ والتي قادت إلى كسب ثقة المواطنين وتعاونهم، مما ساعد في انخفاض المعدل العام للجريمة بشكل غير مسبوق، تجسيداً للمسؤولية التي تنظمها المعادلة الأمنية بين المواطن والشرطة في حفظ الأمن والنظام العام. كما أعرب عن اعتزازي بما تحقق من نتائج متميزة في مسار حقوق الإنسان، ومنها تطبيق مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وكذلك الارتقاء بمستوى التدريب الأمني والعلمي
وإطلاق برامج تعليمية وتدريبية متقدمة، بما في ذلك برامج الدراسات العليا بالأكاديمية الملكية للشرطة، بالإضافة إلى ما تم استحداثه من خدمات فاعلة من قبل مختلف الجهات الفاعلة بالوزارة. ولم يكن هذا الإنجاز إلا حصيلة الجهد والتفاني في أداء الواجب وتقديم التضحيات، مستذكرين في هذه المناسبة شهداء الواجب وما قدموه لوطنهم من تضحيات إنسانية نبيلة تظل دائماً في الوجدان، تخلدها الذاكرة الوطنية لتبقى زاداً للأجيال ونوراً للمستقبل، داعياً الله العلي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يجمعهم مع الصديقين في جنات النعيم وأن يجزي ذويهم أجر الصابرين. الحضور الكرام، مهما كانت التحديات فإن العزيمة الصادقة والإرادة الوطنية ستبقى السد المنيع لحفظ أمن الوطن، لينعم أبناؤه جميعاً بالطمأنينة والسكينة والاستقرار. وإن نهجنا الأمني للمرحلة المقبلة يضع في الاعتبار التهديدات والتحديات المستقبلية، وخصوصاً تلك التي استفادت ووظفت تقنية المعلومات الحديثة، الأمر الذي يتطلب منا تبني استراتيجية أمنية متطورة تتضمن إعداد الكوادر الأمنية القادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات والتحديات الأمنية المستقبلية. الإخوة والأخوات الأعزاء منسوبي وزارة الداخلية، سيظل 14 ديسمبر من كل عام يوماً لتحية عطائكم والاعتزاز بما تقدمونه في حفظ أمن الوطن وسلامته. ففي كل مرة توكل لنا مهمة أو مسؤولية وطنية أتذكر مواقفكم المشرفة وما تتحلون به من انضباط وكفاءة من أجل رفعة البحرين، فأتوكل على الله وعلى إخلاصكم وتفانيكم في العمل، فأنتم مصدر فخري واعتزازي عبر مسيرة العطاء الأمنية، فقد عرفت ثباتكم في أدق الظروف العملية، وعرفت إخلاصكم بتضحياتكم الكبيرة، وبفضل من الله وتوفيقه فإننا نجتمع اليوم رؤوسنا مرفوعة حافظون للعهد والقسم لتبقى راية الأمن خفاقة في سماء المجد بإذن الله. شكرا. حفظ الله البحرين وأدام عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة قائد الوطن وحامي قيمه الإنسانية وهويته العروبية المسلمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطابور يتقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل من اليمين، مجموعة العلم معتدل سر.
مسلحين جنبك. سلام. طبار. أسري. الفصائل المستعرضة تقدم.
الحضور الكريم خالص الاعتزاز والامتنان لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، حيث أنعم جلالته على عدد من منتسبي وزارة الداخلية بوسام البحرين من الدرجة الأولى ووسام الخدمة الأمنية المميزة. والآن يتفضل سيدي معالي وزير الداخلية بتسليم الوسامين على عدد من المكرمين. أولاً الحاصلون على وسام البحرين من الدرجة الأولى، اللواء عبد الله محمد الزايد. اللواء ماهر أحمد بوعلي. اللواء ركن حمد بن محمد آل خليفة. اللواء محمد سلمان القاسمي. كما يتفضل سيدي معالي وزير الداخلية بتسليم الحاصلين على وسام الخدمة الأمنية المميزة، سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن. سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة. سعادة السيد سلمان عيسى بن هندي. سعادة السيد محمد علي القائد. معالي الشيخ ناصر بن عبد الرحمن آل خليفة. معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة. سعادة الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة. السيد إبراهيم حبيب الغيث. اللواء مبارك نجم النجم. الدكتور زكريا أحمد الخاجة. السيد ناصر أحمد الجنيد. العميد سلمان محمد الزايد. العميد منى علي عبد الرحيم. العميد فواز حسن الحسن. العميد وليد عبد الله الشامسي. العميد عبد العزيز معيوف الرميحي. العميد عادل عبد الله أمين. العميد بسام محمد المعراج. العميد عبد الرحمن بن عبد الوهاب آل خليفة. العميد عيسى حسن القطان. العميد صالح راشد الدوسري. العميد إبراهيم سيف النجران. العميد حمود سعد مسعد. سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة. سعادة
سعادة الشيخة مشاعل بنت خليفة آل خليفة، المهندس عيسى محمد جمشير، العميد علي جهام الزعبي، العميد صلاح مبارك بوغيس، العقيد عبد الله بن خالد آل خليفة. وفي يوم شرطة البحرين يتفضل سيدي سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام بتقديم هدية تذكارية لسيدي الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية الموقر. أستاذن معاليكم من صراف الطابور سي الطابور يتقدم بهيئة الاستعراض بنظام الفصائل إلى الداخل مجموعة العلم معتدل